إذاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا وطال الدهر قد جاز الوقوف. وقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. السلام عليكم. الفروق بين معاني الألفاظ مما يزين اللغة العربية، وقد جاء منه في القرآن الكريم شيء كثير. نقرأ في سورة مريم: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فما الفرق بين جاء وأتى؟ المجيء فيه مشقة وسعي، وأما الإتيان فسهل حاصل. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، جاءه العلم صعبا، فيه إنكار من قومه وفيه نار ومشقة مع السلطان، وأما أبوه فلم يأته شيء من ذلك. والأصنام التي حطمها إبراهيم كانت تنظر ولكنها لا تبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالنظر هو توجيه الحاسة نحو الشيء، وأما الإبصار فهو رؤيته. يقولون في مصر للدراجة عجلة أو عجلة، وهذا عربي صحيح، ويغلب أن تكون العجلة بمعنى الإطار المستدير الذي تسير عليه السيارة، مشتقة من التعجيل أي الإسراع. الاستكانة قدح صغير يشربون فيه الشاي، والأصل روسي، ولا علاقة لها بالاستكانة الفصيحة التي هي الخضوع والإذعان. كان أبو غبشان سيد خزاعة، وكان يحب الخمر. شرب يوما فسكر، فمر به قصي بن كلاب فاشترى منه مفاتيح الكعبة بدراهم قليلة. وصح أبو غبشان وندم ندما شديدا، ومضى قصي بن كلاب إلى قريش وقال لهم: ها قد رد الله الكعبة على أبناء جدنا إسماعيل الذي بناها. يقول الشاعر: باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر، فبئست صفقة البادي، باعت سدانتها بالخمر وانقرضت عن المقام، وظل البيت والنادي. قيل للحسن البصري رحمه الله إن فلانا يحفظ القرآن، فقال: بل إن القرآن يحفظه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أهل القرآن هم العاملون به وإن لم يحفظوه. قال العلماء: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا اختل ولا ضل ولا مل. يقولون لأنبوب البندقية سبطانة، وهذا فصيح، فالسبطانة في القديم الأنبوبة أو القصبة المجوفة. يقولون لموضع الوضوء ميضة، والفصيح ميضة. الأنجر مرساة السفينة، وهي الحديدة الضخمة تلقيها البحارة في الماء قرب الشاطئ فترسو السفينة. أخذتها الإنجليزية عن اللاتينية، واللاتينية عن العربية، والعربية عن الفارسية، والفارسية لا أدري من أين.
عرقوب هو رجل من العماليق، كان يعد الناس ويخلف الوعد، وكان له أخ ذهب إليه يطلب منه شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك حملها. فلما أخرجت طلعها أتاه أخوه فقال له: دعها حتى تصير بلحا. فلما أبلحت أتاه أخوه فقال له: دعها حتى تصير رطبا. فلما أرطبت قال له: دعها حتى تصير تمرا. فلما أثمرت قام عرقوب يخرفها في الليل قبل قدوم أخيه في الصباح، ويجتني كل ما عليها. فلما جاء أخوه في الصباح ليأخذ التمر لم يجد شيئا، ولهذا قالوا فيه مواعيد عرقوب، فأصبح عرقوب مضرب المثل في المطل وعدم الوفاء بالوعد. يقول الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. ويقول الشاعر الآخر: صارت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. كليلة ودمنة، عن هذا الكتاب أحدثكم. بالمناسبة كليلة ودمنة أختان، وهما من بنات آوى، تخوضان صراعات الغابة بين شتى الحيوانات المفترسة. كليلة ودمنة اسمهما السنسكريتي كاراتاكا ودمناكا، والكتاب يضم قصصا عن حيوانات أخرى كثيرة. والحيوانات في كليلة ودمنة هي حيوانات ناطقة بأمر ربها. توجد من هذا الكتاب مئات النسخ بالأصل السنسكريتي الهندي، وأيضا بالفهلوية لغة فارس القديمة، وكذلك بالعربية والسريانية، وليست هناك نسخة متفق عليها. النسخة العربية التي بين أيدينا اليوم واحدة من نسخ عربية كثيرة، وكلها منسوب إلى ابن المقفع كمترجم لهذه القصص. فأما المؤلف فهو الحكيم الهندي بيدبا، الحكيم والفيلسوف، ألف هذا الكتاب لسلطانه دبشليم. والنسخة العربية أهم نسخة لسببين: ابن المقفع أديب صاحب أسلوب سهل ممتنع، ابن المقفع عاش في زمن قيام دولة من أعظم الدول هي الدولة العباسية، وشهد الغدر والاغتيالات والمكايد، عاش في حكم أبي جعفر المنصور الخليفة المحنك. وكتاب كليلة ودمنة إنما وضع للملوك، وفيه وصف للمكايد والحيل. ها هي قصة من القصص الواردة هنا في هذا الكتاب، قصة عن اللقلق الذي سماه ابن المقفع مالك الحزين. يقول: كانت الحمامة تضع بيضها في عش بأعلى الشجرة، ويفقس البيض عن فراخ، فيأتي الثعلب ويقول لها: ارمي لي بفراخك وإلا صعدت وأكلتها وأكلتك. فترمي له المسكينة فراخها. فجاءها يوما مالك الحزين وقال لها: يا حمقاء، الثعلب لا يستطيع تسلق الشجرة، فلا ترمي له بفراخك. وجاء الثعلب بعد حين وطلب من الحمامة أن تلقي إليه فراخها، فامتنعت وقالت: اصعد إلي إن كنت تستطيع. فقال لها: من علمك هذا العلم؟ قالت مالك الحزين. فقال لها: ماشي الحال. فأتى الثعلب إلى مالك الحزين وقال له: ماذا تفعل لو جاءتك الريح عن يمينك؟ قال: أضع رأسي تحت جناحي الأيسر، هكذا، ومثل له الحركة. قال: طيب إن جاءتك عن شمالك؟ قال: أضع رأسي تحت جناحي الأيمن، ومثل الحركة أيضا. قال: طيب إذا جاءتك الريح من كل جهة؟ قال: أخفي رأسي بين الجناحين، وأخفى رأسه وقال هكذا. فهجم عليه الثعلب وافترسه. العبرة طبعا قبل أن تعلم الناس، علم نفسك يا ذكي، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم. تريدون قصة أخرى؟ هذه قصة القرود. يقول: جماعة من القردة كانوا سكانا في جبل، فالتمسوا في ليلة باردة ذات رياح في ليلة باردة ذات رياح وأمطار نارا، فلم يجدوا، فرأوا يراعة تطير كأنها شرارة نار، فظنوها نارا وجمعوا لها حطبا فألقوه عليها وجعلوا ينفخون طمعا في أن يوقدوا نارا
يصطلون بها من البرد. وكان قريبا منهم طائر على شجرة ينظرون إليه وينظر إليهم، وقد رأى ما صنعوا فجعل يناديهم ويقول: لا تتعبوا، فإن الذي رأيتموه ليس بنار. فلما طال ذلك عليه عزم على القرب منهم لينهاهم عما هم فيه، فمر به رجل عرف ما عزم عليه فقال له: لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم، فإن الحجر المانع الذي لا ينقطع لا تجرب عليه السيوف، والعود الذي لا ينحني لا يعمل منه القوس، فلا تتعب. لكن الطائر أبى أن يطيع هذا الرجل، فتقدم إلى القردة ليعرفهم أن اليراعة ليست بنار، فتناوله بعض القردة فضرب به الأرض فمات. هذه قصة القرود والرجل والطائر. كليلة ودنا كتاب فيه قصص كثيرة، لكن كل قصة من قصص هذا الكتاب تبدأ أو تكون جوابا لسؤال جاء في القصة التي قبلها. سافر أحمد وصديقه مشيا، وفي الطريق تجادلا فصفعه صديقه، فكتب أحمد على الرمل: صديقي صفعني. ثم تراضيا وأكملا سيرهما، وعطش أحمد لكنه فوجئ بأن قربته مثقوبة وفارغة، فأسرع إليه صديقه وسقاه، فكتب أحمد على صخرة: صديقي أنقذني. سأله صديقه: لماذا كتبت مرة على الرمل ومرة على الصخر؟ فقال أحمد: كتبت إساءة الصديق على الرمل حتى تمحوها الريح، وكتبت إحسانه على الصخر حتى لا يمحوه شيء. يقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ويقول آخر: لا يذهب العرف بين الله والناس. قيل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء: العلماء أفضل أم الأغنياء؟ قال: بل العلماء. قيل: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى، ولجهل الأغنياء بفضل العلم. قال أبو العباس ثعلب لأبي العبر: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إن كان مشويا موضوعا على المائدة فهو معرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. من يومهم جماعتنا يحبون الدلع. يحكى أن رجلا كان يسعى بين الصفا والمروة راكبا على فرسه، وكان بين يديه عبيد يوسعون الطريق أمامه بعنف وقوة، فثار الحجاج وغضبوا كثيرا. وبعد سنوات رآه أحد الحجاج وهو يتكفف الناس على جسر ببغداد، فتعجب هذا الحاج من عمله وقال له: ألست أنت الرجل الذي كان يحج على فرسه سنة كذا وكان بين يديك عبيد يوسعون لك الطريق؟ قال: بلى. قال: فما فعلت حتى وصلت بك الحال إلى هنا؟ قال الرجل: تكبرت في مكان يتواضع فيه العظماء، فأذلني الله في مكان يتعالى فيه الأذلاء. من تكبر على الناس ذل، ومن تواضع لله رفعه. وقع جدل بين اثنين من أهل اللغة حول معنى كلمة أصاب في الآية: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فقصد الرجلان رؤبة بن العجاج يستفتيانه، فبادرهما بالقول: أين تصيبان؟ أي أين تريدان؟ فكان قوله جوابا، فعرفا أن أصاب في الآية تعني أراده.
كنت قد سألتكم في تويتر عما إذا كنتم تعرفون شيئا من طرائف الشعراء ونوادرهم، وقد وردتنا مشاركاتكم التي نستعرض بعضها. المشاركة الأولى من ياسمين تقول: اشتهر كل من حافظ إبراهيم وأحمد شوقي بتبادل أبيات الهجاء فيما بينهما، فقال حافظ إبراهيم لشوقي: يقولون إن الشوق نار وحرقة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. فكان رد شوقي أقسى فقال: وحملت إنسانا وكلبا وديعة، فضيعها الإنسان والكلب حافظ. كان هذا يحدث بينهم كنوع من المزاح، المزاح بالزاي يا ياسمين، والأبيات كلها كسرتيها. أنا أقرأ وأصحح لك الأبيات، فأرجو أن تعدليها بشكل جيد. فرات يقول، هذه مشاركة من فرات، يقول: أهدى توفيق ضاعون صديقه نعمة قازان، وكلاهما من شعراء المهجر، أعزكم الله، حذاء ومعه هذين البيتين. لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون: وما عليه؟ أما قال الفتى العربي يوما: شبيه الشيء منجذب إليه. قال فرد عليه الشاعر، قال: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أستأهل الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها. طيب، عبير تقول: قال المتنبي: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل. فقال النقاد: ليته نام تلك الليلة وأراحنا. جميل. وهذا أبو أحمد، مشاركة تقول، من هذه المشاركة من أبي أحمد، يقول: يقال إن ابن الرومي الشاعر العباسي أدركه الصيام في شهر آب فصام رمضان، غير أنه وصف معاناة الحر والعطش فقال: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب، الليل فيه ساعة ونهاره يوم الحساب، خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب. جميل يا أبا أحمد. وهذا ناصر يقول: قال أبو العيناء شاعر معروف: خطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت إليها: فإن تنفري من قبح وجهي فإنني قريب أديب لا غبي ولا فدم، فأجابتني: ليس لديوان الرسائل أريدك. جميل. عبد الواحد يقول: بينما كان الشاعر البردوني متكئا في مجلسه، جاء إليه أحد المتطفلين على الشعر وقال له: أنا أكتب الشعر يا أستاذ. فقال له: أسمعني شيئا مما تكتب. فلما انتهى من قصيدته قال له البردوني: إن فيك صفة من صفات النبي. ففرح الرجل وقال: ما هي؟ قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا قصف جبهة. عبد الواحد شارك مرة ثانية وقال: عرض اثنان على الإمام ابن الخشاب شعرا لهما، فسمع للأول وقال له: أنت أردأ شعرا من صاحبك، قبل أن يسمع للثاني. فقال له الرجل: كيف تقول هذا وأنت لم تسمع قول الآخر؟ فقال: لأن هذا الشعر لا يوجد أردأ منه. ما في أسوأ من هذا على الإطلاق. والله جميلة طرفكم يا جماعة. حسن أو حسان يقول: قول القاضي عبد الوهاب يشكو الفقر في بغداد، قال: بغداد دار لأهل المال منعمة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ضللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. طبعا الذي يقصده حسن بالإمام عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي. وهذه المشاركة طبعا هي المشاركة الأخيرة. شكرا لكم على كل هذه المشاركات. على رفوف المكتبات العربية تستلقي سيرا عظيمة لأشخاص عظام. عن أحمد أمين أحدثكم، وما أدراك ما أحمد أمين. مفتاح شخصية أحمد أمين أنه كان قاضيا،
ولد في القاهرة بعد أن احتل الإنجليز مصر بأربع سنين، ودخل الأزهر ثم قبل في مدرسة القضاء الشرعي لتفوقه، وهناك درس ثم أصبح مدرسا 15 سنة، وسرعان ما تطربش، يعني لبس الطربوش، وغدا فنديا. في المجمل عمل قاضيا 4 سنين. في عام 1926 رشحه طه حسين لتدريس النقد الأدبي بالجامعة المصرية، جامعة فؤاد الأول كما كانت تسمى. كان ناضجا في 40 حينها، وكان طه حسين في 37. الأول يعني أحمد أمين رجل عربي لا يعرف سوى العربية وأزهري وقاض، والثاني رجل أزهري ويتقن الفرنسية ويحمل أفكارا علمانية. من خلفيته في القضاء استمد أحمد أمين روح البحث والتنقير، وعرف عنه أنه كان لا يصدر أحكامه إلا بعد طول تثبت، وقد كتب في النقد الأدبي والاجتماعي، وأسس لجنة التأليف والترجمة والنشر قبل دخوله الجامعة بسنوات كثيرة، وسيظل رئيسا لهذه المؤسسة المهمة التي نشرت عشرات الكتب التراثية والمترجمة 40 سنة حتى وفاته. أصبح أستاذا فعميدا لكلية الأدب العربي خلفا لطه حسين، وكان يرفض كل تدخل من جانب طه حسين في عمله، ورفض أيضا تدخل وزير المعارف محمد حسين باشا هيكل، وبسبب هذا الرفض قدم استقالته بعد 2 سنة. وقال أحمد أمين كلمته المشهورة، قال: أنا أصغر من أستاذ وأكبر من عميد. لم يكن سياسيا، ليس تعففا، فهو رجل وطني وله في السياسة رأي، ولكن كما قال: كنت أخاف السجن وأخاف العقوبة. وأما طه حسين فكان من الأحرار الدستوريين، الحزب الذي ينتمي إليه أيضا محمد حسين باشا هيكل. يحدثنا أحمد أمين عن منصب العمادة في كتابه حياتي: كان عليه يوما أن يوقع على طلب صرف لشراء مكنسة، وعرف في قرارة نفسه أمرا عبر عنه بأبلغ عبارة، قال: أريد أن أعمل لا أن أسيطر. ومضى يكتب كتبا حفرت عميقا في الأذهان، وأهمها سلسلته عن الثقافة الإسلامية، فجر الإسلام في عدة أجزاء، وتلاه ضحى الإسلام فظهر الإسلام، وبعد سنوات كتب يوم الإسلام. فهو لا يسترجع ثقافة الماضي فحسب، بل يعيش حاضره ويفكر بالمجتمع الإسلامي القائم وفي مستقبله. كان أحمد أمين رجل عائلة وربى أولاده على العلم، نبغ منهم حسين وجلال، وكتب في التربية، واتخذ من مجلة الثقافة التي أنشأها منبرا ليبث آراءه الاجتماعية، وجمع مقالاته في كتاب من 10 أجزاء هو فيض الخاطر. عاش أحمد أمين في زمن ثقافي جد نشط، وتوفي عام 1954 تاركا بصمته الفكرية والأدبية في زمن العقاد وطه حسين وزكي مبارك والرافعي ومحمود شاكر. رحم الله أحمد أمين. يكفي ربما أن نقول إنه كان مختلفا. على غيب تساقط أمنياتي، ومن غيم تعود إلى الحياة، ليبقى الماء في صحراء عمري شبيهي في التغرب والشتات. السلام عليكم.